اخوك يا حاج يا حدوي. مين؟ ابو السعود يا حاج. اهلا يا عامل ابو السعود. يا عامل يا ولد شديد. يا اخبارك؟ الحمد لله والله. ابوك كويس؟ مالك كويس؟ ايه في اخبار؟ ما تطمنش. ايه فيه؟ في حراميه موز اليوم دي. حراميه موز؟ والله حراميه شديده قوي. طب وين الحراميه؟ طب والحراميه يقدر حرامي ينزل الارض يا اخي؟ ما سرقوا الحاج عبد الغفور 30 طن موز. طب والحاج عبد الغفور دتي؟ الحاج عبد الغفور دتي ما غير انا يقدر حد ينزل الارض اللي قاعد. طب خلي عيل فيهم ينزل الارض. عنده غفر وعنده سلاح والله والسرق يا خال. مش بالسلاح هي ولا بالغفر. مال بيه؟ لا بجمد القلب. انا كرهت سلاح يا ابو سعود. انا بقعد بالليل هنا لوحدي بكح كحتي بتطلع زي الطلقة. ما حدش يقدر يخش موزي. هيكون قالوا لك في صبابة موز غابت من الارض الحج الضوي يا اخي. يعني كحتك انت الحج خليفة؟ ها؟ يعني الحج خليفة كحتك؟ وانت على الحج خليفة يا عمال؟ انا نبهتك وقلت لك وقريتك. انت بارك الله فيك بس قريتك. راعي الموجة دول قتلين قتلة وهربين. هربين؟ لا بتوكل على الله. راعي الموجة. خلاص يا اخي روح بس وصى ابوك. السلام عليكم. وصى ابوك انت. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخوي. حراميه قال. طب خلي عيل ينزل كذا في الارض وهنا قاعد بعصايتي. يقول لي قال حراميه. قال حراميتي يا اخوي برضو حق الضوي السرق. طب خلي حد ياجي. طب هنا بزعك في ارضي وخلي حد ياجي. الراجل ينزل ارضي. حراميه قال. يكون بيتكلم صح الولد ده؟ ها؟ ربنا يستر والله. قتلين قتلة. حرمية حرميت يا ابوي. هنشتغل قطيع على طول احنا. تمام؟ تمام يا مصطفى. الواد سنجة جاهز برا؟ جاهزين حشوف. على التحميل على طول؟ حشوف. رلي عليهم. نكلم الواد سنجة قول له خليك جاهز. هذا حموكشة. ايوه. سنجة معاك. طيب جهزوا العربية وحملوا. حملوا على قد ما تقدروا. ايوه ما تخافوش. كذا كذا صاحب الموز ده جبان مش حيقدر يواجهنا. يلا الصباط الكبيرة. ماشي. بص انت وهم بيحملوا لو حسيت بأي حاجة كذا كذا احنا هاربين وميت علينا ميت حكم. ما فرقاش معانا. ما فرقاش معانا. لو لقيت حد ظهر تمام اديه عيرين. جاهز. لقيت في نفس اديه في راسه. حصفهونا خالص. صفيه واصل. تمام. عشان بحيث ايه حيشوف احنا مش عايزين ايه وجع راس. ريحوا وما عارفين ايش مين غوروا. يلا نشوف سنجة وحموكش حملة ولا لس. يلا وي وي سنجة وحموكش هو معك بسلاح اخي. هروح وين طيب؟ برضو اخرتك هتاجطين ذوي. اهو بيت. الو مشغوله؟ مشغولة يا بنت المحروق. الو يا بنت ردي يا بات. كم رقم السعود؟ ابو السعود
يا ابو سعود الحقني خالك يا ابو سعود الحقني خالك. ها ايوه ايوه في اتنين بسلاح جوني يا ابو سعود انا ما قادرش اتنفس. مش هتقدر تجيني ليه يا خالك؟ ها مكحيت انا بعد مكحيت جو يا ريتني مكحيت. الحقني خالك ابو سعود. ها هات البلد وتعالى يا ابو سعود هاتهم كله رن لي على حمدته يا ابو سعود برضه خالك ابو سعود. روح يا شيخ منك لله روح. خبر يا ابوي برن عليك ساعة بتلفونك مشغول. ها ليه بنت المحروق ليك ساعة تلفونك مشغول؟ يعني يكون إذاعة الشباب والرياضة عاملة معك حوار مع أبوكي؟ ها لم إخوانك وتعالي الموز يا بنت الكلب وسرقوا الموز. ها إخوانك يموتوا أمال أموت أنا؟ أموت أنا بنت المحروق؟ دي جزات المعروف لسه جايب لك غويشه ذهب امبارح. طيب يا بنت المحروق طلاقك على ايدي. حاضر حاضر يا بنت. خايفه على اخوانك وما خايفاش علي يا بنت؟ يا بنت هموت. حاضر يا بنت المحروق حاضر حاضر لو خليتك في البيت. واعي واعي الواطي يا بنت الواطي. شوف العيال حملوا ولا لسه على المصطفى. رن تحملتوا ولا لسه؟ طيب يلا انجزوا انجزوا قوام يلا حملوا بسرعة مرتاح الدنيا. قول لهم سلبوا العربية. يلا يا دو حملوا على قد ما تقدروا بيقول لكم مصطفى سلبوها. يلا سلام. عبد الناصر. ايوه مصطفى. هنتوكل على الله احنا. تمام. اي حد تقابله عايزك تصفيه. مرتاح يا مصطفى. خلاص. تمام. يلا بينا. ماشي يا مصطفى. روح. بس اشوف عينه هو صاحب الارض دي. ده انا حصفيه يا مصطفى. يلا يا عبد الناصر. يلا جايك. استر علي يا ابو سعود ده عرق. عرق ايدي؟ عرق ما قلت لك. ها؟ ما قلت لك. قلت لي وانت جاي دلوقتي بعد موقع الفاس في الراس. فاس في الراس. ما إيه. قلت لك وقلت كحتي. ها؟ كحتك وقفت. ها؟ اوقف اوقف اوقف. كحتي. اوقف. هو النفس ما طلعش هتطلع الكحة؟ ده العيال بيقولوا بندق وبندق. ما قلت كحتي سلام. هذا هو الموزخي. وقلت لك انا ما قلت لك. روح لي يا ابو سعود. اقلع لي جلابيتك استرني يا ابو سعود. ها؟ ما قلت لك. اقلع لي جلابيتك. روح كده خالك. خد عمتي استرني اخي عمتي استرني اخي استرني. قلت لك يا خالي قلت لك قلت لك كحتي. روح لي يا ابو سعود. كحتي استند علي. شليت يا ابو سعود انا؟ استنى. ها؟ هوديك للدكتور. جاني شلل؟ هوديك للدكتور. جاني تبول الاراضي. هوديك للدكتور دلوقتي. روحني وديني بالطريق الشرقي اللي ما فيهاش جيران يا ابو سعود. هوديك. حمل علي. حمل علي. روحني يا ابو سعود. حمل علي يا خالي. حمل علي. تبع كلامك يا ابو سعود. روحني يا ابو سعود.